فأهل السنة والجماعة يتولون الجميع، يتولون جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهل بيت الرسول والصحابة كلهم تولونهم جميعا ولا يفرقون بينهم. نعم بعضهم أفضل من بعض، فالخلفاء الراشدون أفضل، وبقية العشرة أفضل من غيرهم، المبشرين بالجنة، أهل بدر أفضل من غيرهم، أهل بيعة الرضوان، المهاجرون أفضل من الأنصار، ما في شك أنهم يتفاضلون، لكن التفضيل لا يقتضي انتقاص المفضول أو الكلام فيه. كلهم لهم الصحبة، صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة وسط في صحابة رسول الله بين الروافض والنواصب، نعم، يتولون الجميع ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوقرونهم، لكنهم لا يغلون فيهم كغلو الرافضة حتى يقولون إن الخلافة إنها لعلي ولذريته، وأن الصحابة اغتصبوها وظلموهم، ويلعنون أبا بكر وعمر، يسمونهم صنمي قريش قبحهم الله، وكل آية فيها ظلم وكل آية فيها كفر ينزلونها على الصحابة. إذا جاء ذكر الظلم يقولون هذا للصحابة، ذكر الكفر يقولون هذا للصحابة. هذا مذهب المذهب الرافضة قبحهم الله وأخزاهم. نعم.